السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا دكتورة عزيزة، هناقش معاكو مع طلبة الفرقة التانية تمهيدي ماجستير اقتصاد الموضوعات أو المحتوى العلمي اللي مطلوب منكو في مادة السياسات المالية اللي أنا بديها لكم أنا ودكتورة عبير فرحات. هبتدي الأول بالإطار النظري أو الجزء اللي احنا درسناه مع بعض في المادة في خلال فترة الدراسة الأولى أو خلال الترم الأول. ناقشنا عدة موضوعات، ابتدينا بموضوع النفقات العامة للدولة، مفهوم النفقات العامة للدولة وأسباب تزايد النفقات دي في الدول المتقدمة والدول النامية، كيفية ترشيد النفقات العامة للدولة أو تخفيض معدلات الإنفاق بتاع الدولة وحدود هذه النفقات، أنواع النفقات والتقسيمات بتاعتها بكل الأنواع بتاعة التقسيم بتاعها، وبعدين كانت آخر نقطة مناقشة الآثار الاقتصادية للنفقات العامة للدولة ولما بتتزايد بتؤثر على إيه من المتغيرات الاقتصادية اللي موجودة في المجتمع. الموضوع التاني هو موضوع الضرائب. طبعا ابتدينا بالتعريف الأول، ايه هي الضريبة والتطور بتاعها اللي حصل، أهداف فرض ضريبة على المواطنين في المجتمع، الأسس بتاعة النظام الضريبي وكيفية وضع الضريبة دي، يعني ايه وعاء ضريبي وازاي بيتحسب الوعاء الضريبي وازاي بيختلف من فئة الى اخرى او من شخص الى اخر. وبعدين اتكلمنا في التقسيمات المختلفة لانواع الضرائب، من ضرائب مباشرة وضرائب غير مباشرة وغيرها من الضرائب، واتكلمنا عن الآثار الاقتصادية للضرائب على الدخل، على بقية المتغيرات الاقتصادية اللي موجودة في المجتمع. في طبعا بعض الفئات في المجتمع اللي بتستحق الحصول على الإعفاء الضريبي، فناقشنا يعني ايه إعفاء ضريبي ويعني ايه او ايه هي الحاجات اللي على اساسها بيتم اعفاء بعض المواطنين ضريبيا او من دفع الضريبه. وبعدين اتكلمنا في مفهوم التهرب الضريبي وازاي بيؤثر على حصيله الضرائب بتاعه الدوله وازاي بيأثر على نفقات الدوله باعتبار ان الضرائب هي الـ الحاجة الأولى أو هي الأساس الأول لتمويل النفقات العامة للدولة، وكيفية علاج التهرب الضريبي دوت أو تخفيض معدلات التهرب الضريبي في الدولة. بعد كده بدأنا نتكلم عن القروض، والقروض هي المجال التاني أو هي الوسيلة التانية للحصول على أموال لتمويل النفقات العامة في الدولة. الأول بنمول بالضرائب، بعدين بعد كده بيبقى بالقروض. ابتدينا بمفهوم القروض العامة، يعني ايه القروض وايه الفرق ما بين القروض العادية أو القروض عامة والقروض العامة وخصائصها وطبيعتها. وبعدين بدأنا نفرق ما بين القروض والضرائب كوسيلتين أساسيتين لتمويل النفقات العامة للدولة. بدأنا نتكلم في أنواع القروض العامة وكيفية إصدار القروض العامة من جهة الدولة، إيه الإجراءات والخطوات اللي بتتبعها الدولة علشان تصدر القروض، الحدود المسموح بيها في القروض، أو إزاي بنحدد حجم القرض اللي ممكن بتصدره الدولة.
وأسباب بعد كده كملنا أسباب اللجوء الدولة للقروض العامة، ليه الدولة بتلجأ للحصول على قروض عامة من المواطنين أو إصدار القروض العامة، والشروط المطلوبة من الجهات المنحة أو الجهات المصدرة لهذه القروض، وفي النهاية الآثار الاقتصادية للقروض دي طبعا، لأن بما إنها بتعتبر اقتراض من البنوك اللي موجودة في المجتمع أو من المواطنين أو من أيا كان من اللي هيمول القروض دي، فهي أكيد ليها آثار اقتصادية على كل المتغيرات الاقتصادية اللي موجودة في المجتمع، من استثمارات، من ادخار، من دخل وهكذا. فشفنا الآثار الاقتصادية للقروض العامة دي على الدولة وعلى المتغيرات الاقتصادية عموما. الموضوع اللي بعد كده، بما ان احنا شفنا الجانبين بتوع الموازنة العامة للدولة اللي هم جانب الإيرادات وبيتمثل في الضرائب والقروض وجانب النفقات، فبدأنا نشوف بقى الشكل العام للموازنة العامة للدولة، ايه هي المبادئ والسمات الرئيسية بتاعة الموازنة العامة للدولة، كيفية إعداد الموازنة دي من حيث المراحل والإجراءات اللي بتتم بيها علشان نعد الموازنة العامة لسنة مالية قادمة، وكيفية تقدير بنود الموازنة دي بحيث إن هي تكون مقبولة أو يعني في الحدود المسموح بيها في الدولة. بعد كده الأبواب الرئيسية في الموازنة العامة ومفهوم عجز الموازنة، التبويب بتاع الموازنة كأبواب، الأول الإيرادات والنفقات وبعدين إذا كان عندي عجز أو فائض، ويعني إيه عجز ويعني إيه فائض، التصنيف الوظيفي والتصنيف الإداري للموازنة. طبعا واحنا بنحط البنود بتاعة الموازنة في ليها تصنيفين، تصنيف وظيفي بيعتبر زي بالقطاعات أو بالوظائف، وفي التصنيف الإداري بتاعنا بالبنود الرئيسية للموازنة، فمختلفين التصنيفين مختلفين عن بعض. بعد كده اتكلمنا عن دور الموازنة العامة في تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي في المجتمع. بعد كده الموضوع اللي كان بعد كده كان السياسة المالية. طبعا احنا بنتكلم اصلا في اطار السياسة المالية عموما، فبدأنا نعرف يعني ايه سياسة مالية، التطور اللي حصل في السياسة المالية واهداف السياسة الاهداف اللي بتسعى لتحقيقها السياسات المالية. وبعدين تناولنا أهم فكرين اقتصاديين في السياسة المالية، اللي هو الفكر الكلاسيكي والفكر الكنزي، فتناولنا التحليل الكنزي والكلاسيكي للسياسة المالية. بعد كده أدوات السياسة المالية وتأثير السياسة المالية على النشاط الاقتصادي بكل الأدوات بتاعتها، كيف تؤثر على مستوى النشاط الاقتصادي، وعلاقة السياسة النقدية بالسياسة المالية بما أن السياستين هم مرتبطين بالتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي، فدايما السياستين مرتبطين وبيؤثروا على بعضهم. فتناولنا ايه هي العلاقة ما بين السياسة المالية والسياسة النقدية في النشاط الاقتصادي.